إذا كان الصحابة ليسوا عدولا والقد عن الإسلام ونافقوا وليسوا بمستحقين لا للخلافة ولا 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 ولا، كيف انتشر الإسلام؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم والمسانيد كلها ما سمعناها من النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعها التابعون، نقلها الصحابة الكرام في أقل من 50 سنة. انتشر الإسلام في المعمورة كلها. من الذي حمل هذا الدين؟ 3 4؟ إذا كان الله قد رضي عن أهل البيعة بيعة الرضوان، هل نصدق كلام الله أم نصدق كلام الرافضة؟ لقد رضي الله عن المؤمنين. هل المؤمنين كانوا 3؟ كانوا 4؟ ده بيعة الرضوان أكثر من 1400. الطعن في عدالتهم، الطعن في صدقهم، الطعن في أمانتهم، يلزم منه الطعن في السنة مباشرة. من الذي كان مع رسول الله في حجة الوداع؟ لقد مات وسلم عن أكثر من 100,000 من الصحابة. بهؤلاء نشر الله الدين ونصر الله النبي الأمين، بهؤلاء اتسعت الفتوحات ودخل الناس في دين الله أفواجا. لا يمكن بحال أن يعتقد إنسان أن الصحابة ارتدوا وأن الصحابة حرفوا كتاب الله ثم يعتقد بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نجح في دعوته وأنه استطاع أن يربي أناسا وأن دعوته استطاعت هذه التعاليم أن تصبح تعاليم فعلية مطبقة، لا يلتقيان إطلاقا. إذن هذا النبي فشل. إن الأمة التي ما زالت توالي طغاة كأبي بكر وعمر، لولا أبو بكر ما كان الإسلام. من الذي جهز الجيوش ووضع القادة لحروب المرتدين ومانع الزكاة؟ لولا عمر ما دخل الإسلام إيران. من الذي أدخل الإسلام إيران؟ ونتوصل إلى هذه النتيجة، أنه يجب شرعا على كل مسلم ومسلمة أن يبرأ من عمر بن الخطاب وإلا يكون كافرا بهذه الآية الكريمة. والإنسان يعجب أن يكون لفاتح إيران والذي أدخل الله على إليه الإسلام في إيران يلعن، في حين أن قاتله له قبر منظار. وهذا كان فيه نفع شخصي لعمر، لأنه كما قلنا سابقا أنه كان يحب اللواط، أي أن يلاط به. عمر الذي أدخل الله به الإسلام في إيران يلعن ويسب ويتهم باتهامات لا أخلاقية وليست، وكما يقولون، كل إناء ينطح بما فيه. ولا أدل على كره الشيعة الإمامية للصحابة والبراءة منهم من قول إمامهم المجلسي في كتابه العقائد، ومما عد من ضروريات دين الإمامية استحلال المتعة وحج التمتع والبراءة من الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان كما ورد في الحاشية، ومعاوية ويزيد بن معاوية وكل من حارب أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو غيره من الأئمة. والدة أبي بكر هي سلمى بنت صخر التيمية، عاهرة من ذوات الرايات تأكل الذبان. والعجيب أن اتهام والدة أبي بكر الصديق هو اتهام للإمام جعفر الصادق، والذي ثبت من كتبهم نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو ما ورد في كتاب كشف الغمة لإمامهم الأربلي. قال الحافظ عبد العزيز الأخضر الجنابذي رحمه الله: أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب عليه السلام الصادق، وأمه أم فروة، واسمها قريبة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. ولذلك قال جعفر عليه السلام: ولقد ولدني أبو بكر مرتين.
ولذلك يقول قائلهم نعمة الله الجزائري في كتابه المعروف الأنوار النعمانية: الإله الذي أرسل رسولا اسمه محمد خليفته أبو بكر ليس إلهنا، وهذا ليس نبينا. فهذا مخطط في غاية الخطورة على هذا الدين. إسقاط الصحابة لا قدر الله يعني حتما إسقاط القرآن وإسقاط السنة، بل وإسقاط معلم البشرية الخير محمد صلى الله عليه وسلم، بل والنيل من حكمة الله. هنالك عوامل ثلاثة اجتمعت على إسقاط جنين. العامل الأول هو لكج قنفذ لها عليها السلام بنع الشيء في جنبها. العامل الثاني أن المغيرة بن شعبة ضربها على بطنها. هذه وتعن الإمام الحسن سلام الله عليه يرويها صاحب الاحتجاج العلامة القرشي. لاحظوا إخواني احتوشوها من كل جنب. هذا يكتشف بنع سيفه، هذا على بطنها، وذاك يرفشها يركلها بين الحارة، وخالد بن الوليد يعلوها ضربا أيضا. هذه نصوص الفريقين. بالله عليك الآن في هذا الزمن، أنا لو رأيت ملكا عظيما شديدا بأسه شديدا حرده يفعل هذا بأقرب الناس إلي، لحولت نفسي إلى ما أستطيع أن أفعل لأنتصر لكرامتي وديني. أيعقل أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه تهان ابنة ابن عمه وتهان ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هو من هو؟ وبنو هاشم يسكتون وبقية الصحابة يسكتون؟ حاشا وكلا، يعني بالمنطق، مع أن هذا أصلا لم يثبت لا من قريب ولا من بعيد. أنه هناك رموز للشر، وهذه الرموز باقية. إذا سمك في أعماق البحار جرحت تلعن تلك الرموز التي سببت الفتن والدماء إلى يومنا هذا. هؤلاء الذين تركوا أموالهم وأوطانهم وتركوا الأرض التي عاشوا عليها والمصالح التي ارتبطوا بها، ذلوا أنفسهم لله. إذا كان هؤلاء المهاجرون فروا بدينهم، كيف يمكن أن نتهمهم بعد ذلك بالرد؟ من هنا نلحظ أن بعض الناس تورط في ورطة تخرجه من الملة حين نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دعوته، ثم توهم أن الصحابة بعده قد ارتدوا عن دينهم، فتوصل إلى نتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم فاشل. من الذي عاون على نهب ثروات المسلمين واقتحام بلاد المسلمين؟ ومن الذي يقاوم المعتدين؟ تطبيق نظرية القطيع التي تتمثل في أن يقف شخص يقود خلف آلاف لا تتحقق إلا إذا تحقق لهؤلاء قطع الصلة بين الصحابة الكرام وبين جيل المسلمين. عندها ينفرد الكبراء الشياطين بعامة الناس. ما بال أقوام من أمتي إذا ذكر آل محمد اشمأزت نفوسهم. صلوا عليهم بأرفع أصوات. إن أحب الناس إلى أهل السنة هم أهل البيت. كل ما ذكرناه من حديث سابق كان بحق الصحابة الكرام، فالصحابة الكرام بسبب حق الصحبة نالوا عندنا منزلة عالية رفيعة جدا. فكيف بآل البيت الذين اجتمعت لهم الصحبة والقرابة؟ فليس هناك أحد على وجه الأرض يحب آل البيت كما يحبهم أهل السنة، ويقدر أهل البيت كما يقدرهم أهل السنة، لأنهم حفظ لهم هذين الحقين. لا يدخل الجنة إلا من كان بيده صك من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. حب البيت لا يعني أن نزعم
أن بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الغيب ويقدرون أرزاق الناس ويخلقون ويرزقون أطلاقا. وحب آل البيت يعني حب الصحابة الكرام، فإن التاريخ زاخر بأن الصلة وثيقة جدا بين هاتين الفئتين. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان. وهكذا قلبنا صفحات من التاريخ حفلت بعظماء شهد لهم الزمان، وتناقلت قصصهم الأيام، ليظل ذلك ثابتا أبد الدهر، مثالا لقدوات ونماذج يحتذى بهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. جيل كقرص الشمس فوق سحاب، متوهجون بضيائه الخلاب، جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب، جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب، أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب.